أعلنت وزارة الصحة خلو الكويت من مرض شلل الأطفال مؤكدة مأمونية الطعوم الموفرة والتي تخضع للرقابة المشددة قبل السماح بتداولها. جاء ذلك في كلمة للوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في الوزارة الدكتورة ماجدة القطان خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة للرد على الشائعات وتوضيح الملابسات التي شابت الحملة الوطنية للتطعيم. ما أثير مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم مأمونية التطعيمات المستخدمة في الحملة الوطنية للتطعيمات التي أطلقتها وزارة الصحة في المراكز الوقائية. أكدت الوزارة في مؤتمرها الصحفي على أن التطعيمات خضعت لجميع الموافقات من المنظمات الصحية الدولية المعتمدة. جميع ما يتم استخدامه في دولة الكويت من التطعيمات فهو تطعيم آمن جدا، يخضع لدراسات مسبقة، وهناك لجنة عليا تضم الاستشاريين من المختصين في مجالات عديدة تقوم بدراسة مستفيضة تطلع على جميع الأبحاث الموجودة. ولما أقول الأبحاث، الأبحاث العلمية المستندة على المعلومة العلمية الثابتة. أوصت منظمة الصحة العالمية دول الإقليم ومنها دولة الكويت أن تقوم بمثل هذه الحملات وإعطاء الجرعة الثالثة للحد من مرض النكاف، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا يوجد علاقة بين التطعيمات ومرض التوحد. يا جماعة، الطعوم اللي مستخدمة في هذه الحملة هي من أكبر وأشهر وأفضل ثلاث شركات في العالم. في العالم هذه الشركات، على سبيل المثال الطعم اللي خاص بالحصبة والحصبة الألمانية والنكاف، يقولوا لك في ناس انه في ثيومرسال وفي زئبق وفي مضافات، لا يوجد. هذا اللي جبناه لا يوجد من هذه الشركات، لا يوجد، لانه هو نفس الذي يستخدم في الولايات المتحدة، هو نفس الذي يستخدم في أوروبا وكل الاتحاد الأوروبي. إقليم شرق المتوسط هو الإقليم الوحيد في العالم يعاني من شلل الأطفال، إذ توصي المنظمة باستخدام التطعيم الفموي الثنائي الذي أثبت كفاءته من عشرات السنين. دولة الكويت لم تسجل أي إصابة بشلل الأطفال منذ عام 1979 بسبب استخدامها لهذا اللقاح. أمريكا أو شيء كإقليم خالي من مرض شلل، خالي من مرض شلل الأطفال. فالمنظمة مو قاعدة تطلب منهم، لأنه خلاص خذوا الشهادة، فالمنظمة مو قاعدة تطلب منهم إلا التطعيم. بحالة وجود أي امبورتيشن أو داخل الولايات المتحدة أو أوروبا، راح يستخدمون البايفالنت أورال فايروس اللي هو التطعيم الفموي الثنائي اللي هو مستخدم في الكويت. نعم. كما أوصت وزارة الصحة النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من درجة حرارة مرتفعة دائما، وأيضا الأشخاص المصابين بمرض السرطان وضعف المناعة المكتسبة بعدم أخذ التطعيمات. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.